بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة على كل مسلم، وأن ذلك يتوقف على أسس توعية، تنظيم، مراعاة أصول الحركة، السلام، والأساس الخامس الاكتفاء الذاتي. وقد ذكرنا هذه الأسس في حلقات، وحلقة أخرى هذا اليوم تبقى الأساس الخامس، وهي عبارة عن استغلال حتى قلب الأشياء وأحقرها بالاكتفاء الذاتي، وحتى استغلال الزمان ولو الترفيهي من الزمان لأجل الاكتفاء الذاتي. فإن الأشياء الحقيرة وحتى الزمان الترفيهي لهم الأثر في التقدم إذا تمكنا من استغلالهما للاكتفاء الذاتي. فإن السرائر تتجمع حتى تكون كبيرا أو كبارا، والحقائر تتجمع حتى تكون عظيما ونحو ذلك. فإن هذه سنة الحياة في كل شؤونها المادية والمعنوية. وهناك حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: صب فضل الماء من الإسراف، فإذا كان صب الفضل من الإسراف فأنا معناه أن الفضل يجب أن يحتفظ به، وهذه الفضلات إذا اجتمعت صارت كثيرة. وحديث آخر عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى أحد قدامه أكل بعض الفاكهة وقذف ببعضه الآخر الملتصق بالنواة، فقال: يا الله، إن استغنيتم أنتم ففي الناس فقراء. يعني حتى هذا المقدار يسمى إسرافا وحراما أو مكروها، وأن الإنسان يجب أن لا يلاحظ أنه يملك شيئا واسعا، وإنما يلاحظ أن في الناس متأخرون ماديا واقتصاديا، وهكذا في سائر الشؤون. وإني أذكر الحرب العالمية الثانية أن هتلر، وهو الرجل الدكتاتور المعروف الذي أفسد بلاده وأفسد العالم، كما هو شأن كل دكتاتور أن يكون مفسدا، هتلر خطب ذات مرة في مجلسهم خطابا حارا حادا وأحنى باللائمة على النواب وأعضاء الحزب، أنه لماذا تستورد في بلادنا بعض البضائع وهي الموسى للحلاقة من بلد آخر، ولماذا لا تكون بلادنا تنتج حتى الموسى؟ وهناك دام الخطاب له
كما ذكرتها الصحف ساعة ونصف، وكل الخطاب تهجم على المجلس وعلى أعضاء حزبه لهذا الشيء الذي نظنه تافها ولم يكن تافها في الحقيقة. لا شك إن هتلر كان دكتاتورا وكان بعيدا عن الموازين، ولكن كلمته هذه كانت صحيحة. وفي الأحاديث خذ الحكمة ولو من غير أهلها، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها، كما هو معروف في مسألة اتخاذ الحكمة. وقيل لأحد الكبار من الشخصيات الحكيمة: ممن تعلمت الأدب؟ قال: ممن لا أدب له. يعني أنه لا يمنع الإنسان أن يتخذ الحكمة والتعقل ولو ممن لا أدب له ولا يجري على الموازين الصحيحة. وعلى أي حال، فإذا كان هتلر يهاجم بلاده وأعضاء حزبه ومجلسه بأنهم يستوردون الموسى، فكيف يقال في بلاد الإسلام وهي تستورد كل شيء من الإبرة إلى الطائرة؟ وقد نرى أن البلاد الصناعية أنزلت البشر على القمر ونحن نستورد حتى البيض والإبر. هل هذا إن دل على شيء لا يدل على البون الشاسع بينهم وبيننا؟ وألا يدل ذلك على أننا مستعمرون لا محالة استعمارا اقتصاديا؟ ومن المعروف أن الاستعمار الاقتصادي يلازم الاستعمار الثقافي والاستعمار السياسي وأحيانا الاستعمار العسكري أيضا، لأن الاستعمار وحدة لا تتجزأ. وعلى أي حال، فالواجب أن نستغل لأجل الاكتفاء الذاتي جميع مواردنا حتى الصغيرة وحتى أوقات الترفيه والفراغ. وقد قرأت قبل سنوات في تقرير أن حكومة إسرائيل الغاصبة في أيام عيد الشجرة في أول الربيع يخرجون للعيد إلى خارج بلدهم الذي اغتصبوه، وكل إنسان من رئيس الوزراء إلى أقل شخصية وحتى الطفل المميز الذي يتمكن من العمل، هؤلاء كل واحد يزرعون شجرة، لأن الحكومة ووزارة الزراعة تهيئ قبل ذلك الأراضي وتهيئ قبل ذلك الفسائل والأشجار الصغيرة بعدد الذين يخرجون. وحتى قرأت في تقرير أن في يوم عيد شجرة من سنة زرعوا 1,000,000 شجرة، يعني أنهم حتى في أيام أعيادهم وترفيههم لا يتركون الأمر بلا منفعة، كما هو يجب على الإنسان الذي يريد التقدم في الحياة. هم تقدموا بالباطل وتقدموا صناعيا فقط وزراعيا وما أشبه، ونحن نريد التقدم صناعيا وزراعيا وإيمانيا وفضيليا وسائر هذه الأمور المعروفة في قائمة الروح وقائمة الجسد. فعلينا أن نعمل هذا العمل، لأنه حتى الترفيه يمكن استغلاله في ترفيه ذا معنى، في ترفيه ذي معنى، لا الترفيه الذي نقضيه بالعبث والاعتباط. إذا تمكنا أن نستغل صغائر
أمورنا وكبائرها نتمكن من التقدم. وقرأت أيضا في مجلة قبل سنوات أن إحدى الكنائس في البلاد الغربية نرأت إفلاسها، ففكرت في ماذا تتمكن أن تسترد اقتصادياتها. وهناك وصلت فكرة الكنيسة إلى أنه تأجر جماعة من العمال ليجمعوا لهم النفايات، فجمعوا النفايات طول سنة وبدلوها إلى مال والنقد، فكان أكثر من 3 ملايين دولار النفايات تعطي هذه النتيجة، فكيف بغير النفايات؟ فإذا تمكنا أن نستغل نحن فرصنا الزمنية وفرصنا المادية وطاقاتنا البشرية وغير البشرية الكبيرة والصغيرة الترفيهية وغير الترفيهية، نتمكن من التقدم والاكتفاء الذاتي. وأني أذكر قبل 40 سنة حينما كنا في العراق وكانت دولة إسرائيل الغاصبة لم تقم بعد، أن اليهود كانوا في العراق وبعض اليهود كانوا يأتون أيام الخميس إلى أزقتنا إلى شوارعنا ويشترون بالمال، لكن بالمال الزهيد طبعا، كل شيء رخيص وكل شيء مكسر وكل شيء خلق، وحتى الحصير وحتى القنينة المكسرة وما أشبه. وسألنا ذلك اليوم نحن أطفال ماذا يعملون بهذه الأمور، قالوا إنهم يذهبون ويفرغونها بالمعامل في أدوات جديدة وأشياء حسنة، وحتى العظام كانت تشترى، وتعلمون أن العظام تستعمل لأجل تبييض السكر والقند وما أشبه. وعلى كل حال فالواجب علينا أن نستغل كل فرصنا، كل طاقاتنا، كل إمكانياتنا، كل صغيرة وكبيرة من أعمالنا لأجل التقدم والاكتفاء الذاتي. والحديث في هذا المطلب طويل، وأخيرا نكتفي بذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه كان في ذات يوم يأكل التمر بيمينه، وهناك كان إذا أكل التمر وضع النواة في كفه اليسرى، والناس ينظرون ويتعجبون لماذا يحفظ بالنواة، وإذا به صلى الله عليه وآله وسلم يرى صخلة تعبر من بعيد، فأشارت إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هلمي، فجاءت الصخلة وأخذ رسول الله يفتح كفه اليسرى أمام الصخلة، فأخذت الصخلة تأكل من يد الرسول النواة. الرسول كان بإمكانه قذف النواة، وكان بإمكانه جمع النواة على الأرض، لكن الرسول راعى النظافة من ناحية لأجل الحيوان، وراعى الرسول راعى النظافة من ناحية، وراعى أيضا عدم الإسراف والهدر حتى في نواة التمر. فلنتخذ الرسول ولنتخذ الأئمة الطاهرين أسوة، ويجب علينا إذا أردنا التقدم أن نعمل هذا العمل باستغلال أوقاتنا وفرصنا وحتى عطلنا وحتى أيام ترفيهنا، وأن نستغل حتى صغائر أمورنا لأجل أن نتقدم
اقتصاديا ونكتفي ذاتيا لا اقتصاديا فحسب، وإنما ثقافيا زراعيا صناعيا تجاريا وغير ذلك مما يرتبط بشؤوننا كافة. والله المسؤول أن يوفقنا لذلك، إنه هو الموفق المعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.